توقعات ديالك في مباراة اليوم اللي كتجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري؟ اخويا ما كاينش بروبليم بين المغاربة والجزائرية الاولى، حنا اصلا خاوة فهمتي، المغرب العربي كامل خاوة، ما كاينش بروبليم بين المغرب ولا الجزائر ولا شي حاجة. بالنسبة وكاع نموتوا عليهم حبابنا، كاين المغرب كاين الجزائر، ما عندناش بروبليم ولا. بالنسبة للتوقعات ديال الماتش شحال تبغي تكون انت؟ 3-0 جوج زيرو. 3-0 علاش؟ المغاربة انا باغي الجزائر يربحوا اخويا. ياك باغي دمي انا الجزائر. شي الجزائر؟ واه الجزائر اخويا. واه تربح الجزائر. نبغي نربح الجزائر ضروري، الجزائر ديما نشجع بلادي انا. الجزائر. وحتى المغرب راه بلادي بيان سوغ بلادي. التوقعات ديالك في مباراة اليوم؟ التوقعات ديالي حنا كنظنوا بحال كنتمناو يديروا 5-0 ان شاء الله. بالنسبه للاداء كيف بغيتي يكون ديال المنتخب؟ واش اداء في النتيجه ولا على اللعب حتى هو يكون ماتش كما كنقولوا حنا زوين؟ بجوج جوج اداء كل ان شاء الله بجوج. هادشي اللي كاين. الرساله ديالك بغيتوش ديال المنتخب الوطني؟ كنقول لكم حنا راه معاكم وبغينا لكم تفرحونا، وهذا ان شاء الله ضروري يفرح. توقعات شي 5-0 ان شاء الله، كنتمنى يديروا 5 ولا 6 صافي. هادشي اللي كاين. مزيان كانت النتيجه شويه ثقيله؟ لا راه مزيانه، علاش اللهم ستة ولا ولا تحت من ستة. المهم هادشي اللي كاين، وكنتمنى التوفيق للجميع وتبارك الله عليك التنسيق. التوقعات ديالك مباراة اليوم اللي كتجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري؟ أولا السلام عليكم خويا. بالنسبة خويا الجزائر والمغرب هما راهم كاملين بحال تقول يعني مسلم خاوة راهم هما مسلمين تا هما. التوقعات ديالي اللي غتكون بين المغرب ضروري راه المغرب اللي غتربح اخويا، حيت انا مغربي من واحد الناحيه، ومن واحد الناحيه اخرى راه الجزائر راهم تا هما خوتني، الا ربحوا راه بحال اللي ربحنا تا حنا. بالنسبه للنتيجه شحال تبغي تكون انت كالمغرب؟ غتكون شي 4-1 5-1 المغرب رابح ان شاء الله اخويا. بغيتي المغرب يربح نتيجه واداء ولا نتيجه ولا اداء؟ نتيجه واداء اخويا واخلاق حتى هي، علاش لا. شكرا تبارك الله عليك. الله يحفظك خويا، شكرا لك. التوقع ديالك مبارك اليوم؟ مروا شوف اخويا، ما توقعات حنا ماشي شوافه، راه الكره هذه الكره تتلعب في وستيرة. انا تنقول الا كان عمو تا مرتاح في الفيستير راه غتكون عندنا ماتش مزيان، والدراري يكون عندهم العقل مع الماتش مع التيرة، ماشي مع خصنا نربحوا، خصنا نشوفوا واش غنديروا باش نربحوا. وتنتمناو من اللعابه يديروا التعاون في لونغاجمون ديال الكره، يتعاونوا وما يخلوش الليليات ديالهم يطلعوا ويعرفوا اش يديروا، وما يكونوش في مشي شويه ديال خصني ماركي نعطي لصاحبي ماركه راه انا غنتعانق معاه، ماشي خصني الكره عندي وصاحبي مبلاصي ليا ونلعب انا خصني ماركي، لا خصنا نلعبوا الكره جماعي، حيت الفوتبول جماعي، اللي بغى يلعب انفيديال يمشي يدير البوكس يدير الجيدو دير لا دير لايكيدو، هذه هي الانديفيديال. اما متى تكون في الكره راه جماعيين، الا عطيت الكره للعاب ديالك وضربه راه غتعاند معاه، وغادي يقولوا الفريق الوطني يربح، ماشي عبد الصمد هو اللي ماركا ولا عبد القادر هو اللي كاين، راه حنا لاعبين 10 خصنا نتعاونوا ونكونوا هذاك. وتنتمنى من العمو تيكون عنده المورال ديالو مرتاح، حيت حنا الجمهور تنهضروا بزاف وكما تنعرفوش الفيسير اش واقع فيه، ما تنعرفوش الوكلاء اللاعبين. نقول لك فراسمه الوكلاء اللاعبين اش دايرين ليه، راه كاين اللي جايب اللعاب تيقول خصو يدخل، راه هنا فين كاينه الكره. ونتمنوا الربح للمغاربه، ونتمنوا نفرحوا كاملين. وهذيك القضيه ديال اللي قالوا الجزائر بان اللعاب لا خسروا، هذاك ماشي السياسه، راه الكره راه بتي فوت ادي الواجب تخلص، بتي فوت تخلص. السلام عليكم. التوقعات ديالك مبارك اليوم خويا؟ كنشكركم بعدا. بما يخص يعني المقابله ديال اليوم، يعني مباراه لا بد من الفوز والخساره والربح، وانا كنقول ان المنتخب المغربي ان شاء الله غادي يربح 3-1، وكنتمناو يعني المقابله تدوز في اجواء يعني اخويه روح رياضيه عاليه، بغض النظر العلاقات اللي متوطرحه حاليا ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. فاحنا بكل صراحه حنا كتجمعنا الحمد لله العرق والدين، ما بغيناش نشوف هاد الامور هادو ديال لا هكا انتم درتوا علاقات ما بين اسرائيل وداكشي، كيبقى امور سياسيه حنا ما شغلناش فيها، حنا كنمارسوا حاليا الرياضه، والرياضه راه فيها ربح وفيها تعادل وفيها الخساره. ونتمنوا الفوز المنتخب المغربي 3-1 ان شاء الله، وراه حنا عندنا ثقه كامله يعني في اللعابه ديال البطوله ديالنا ولا اللي كيمارسوا يعني في البطوله المحليه، فان شاء الله كما قلت لك نتمنوا الفوز للمنتخب المغربي.
ونتمنوا كذلك يعني الحظ الموفق للمنتخب الجزائري الشقيق. وتبارك الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. بركه دوك فرعي. بالنسبه للمنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله، اول حاجه غادي نقولها يعني كنهني المنتخب الوطني بهاد يعني بهاد المقابلات اللي انتصر فيها، يعني كنهني تبارك الله واحد التهنئه اللي حاره، بحكم حنا مغاربه يعني غنبغيو الوطن ديالنا الحمد لله ينتصر، ويعني الرايه ديال البلاد ديالنا ترفع قدام يعني جميع الشعوب، وكنتمنى المنتخب الوطني الفوز، والحمد لله عندنا الثقه في منتخب وطني، وان شاء الله ومنتخب جزائري حتى هو منتخب اللي كيبقى قوي، وهذه كره القدم يعني والرياضه، حنا عندنا روح رياضيه سواء يعني ربحنا او ما ربحناش، يعني عزيز عندنا المنتخب ديالنا والحمد لله. السلام عليكم. بالنسبه للتوقعات ديال الماتش المغربي بخصوص حنا عندنا منتخب مزيان والناس ديال المنتخب حنا طايقين فيهم، وانا بخصوص انا دابا تنفتخر بالمنتخب المغربي لانه تيحمل الرايه المغربيه، وخا حنا كاع اخوان حنا بعضياتنا الجزائر والمغرب راه حنا اخوان بعضياتنا، ولكن هاد بالنسبه لهذا الماتش هذا مهم بزاف اللي هو غيعطي واحد النتيجه، وحنا دابا جد سعيدين تنتظروا ديك اللحظه اللي غيكون فيها تنتمنوا ديك الوقت غير توصل، حيت دابا بخصوص انا تنشوف المقاهي غيكونوا عامرين تبارك الله، وحتى البلايص كاين اللي دابا حاليا هو جالس هو في المقهى شاد البلاصه ديالو، حيت راه غيكون واحد الماتش اللي هو تقريبا التوقعات ديالي انا غتكون واحد جوج لواحد، حيت انا طايق تقريبا المغرب غيربح بجوج، وتا الجزائر تا هما مستعدين لينا وموجدين لينا بزاف اللي هما تا هما بخصوص انه غتكون واحد ان كاين واحد شويه ديال سوء التفاهم بين الجزائر والمغرب، ولكن حنا الحمد لله مزيانين بعضياتنا، ولهذا تا حنا موجدين اليوم في الكره في اي حاجه موجدين اليوم ان شاء الله، ومستعدين باي حاجه بالجمهور ومساندين المنتخب ديالنا، وفي اي مساندينهم في اي حاجه في في القهوه في التيران، المهم غتكون واحد النتيجه اللي غتكون ان شاء الله ومزيانه، وغيكون المغربي ان شاء الله اللي هو غتكون واحد، انا بالنسبه لي انا تنقول عندي واحد الحلم اللي غنشوف المغرب اللي هو غيفوز على الجزائر. لا شكرا جميل.